النهاردة قررت ان انا اعمل ديب كليننج للمطبخ او تنظيف عميق. التنظيفة دي اللي هي بتبقى مثلا كل شهر كل شهرين، يعني مش الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا، لا حاجات كتيرة شوية. اول حاجة بعملها ان انا بلم او بفضي المطبخ كله، بفضي الكاونتر بتاعة المطبخ، بطلع كل الحاجات اللي عليها بره المطبخ علشان اشتغل براحتي، تبقى الدنيا رايقة. فصلت الكهرباء عن الفرن والبوتاجاز، والتوستر نفضته وطلعته بره، طلعت كمان الكتل بتاعت الشاي، وكل حاجة بقى عندي على الكاونتر طلعتها بره المطبخ علشان انضف براحتي، وكمان مفيش حاجة تتبهدل مني في التنظيف. جهزت بقى الادوات اللي انا هستخدمها. انا بستخدم خل والمنظف ده بتاع الاسطح، والملمع بتاع الإزاز، وملمع أو منظف الفرن، بيكنج صودا، والفرش بتاعة التنظيف. ببدأ في التنظيف من فوق الأول، فببدأ أن أنا أخد الأسطح اللي فوق خالص بتاعة المطبخ دي اللي أنا مش بطولها، بتاعة التنظيف دي مسحت كل حاجة فوق، وكمان بمسح السقف عشان لو في أي تراب أو عنكبوت أو أي حاجة، وبمسح بقى كل حاجة فوق أنا مش طايلاها بعملها بالأداة بتاعة التنظيف دي. عارفين انتوا البتاع بتاعة راس العبد، باين اسمها كده، بتاعة العنكبوت، هي تقريبا زي دي بس دي قطن كده، فبتبقى مريحة شوية في التنظيف. طلعت بقى شفت الشفاط، عملته من فوق بالمنظف بتاع الأسطح ده ومسحته. طبعا الشفاط بيبقى عليه كمية دهون جامدة جدا، فعملته كده بالمنظف، وكمان الفلتر نفسه معرفتش ان انا افكه، فعملته هو يعني نضفته هو راكب كده، ونضفه بقى كويس جدا. هو كان عليه شوية دهون بس ما شاء الله نضف، يعني انا استغربت بصراحة اللي هو نضف، لان معرفتش افكه، حاولت ان انا افكه كتير معرفتش خالص، فقلت خلاص همسحه وهو متركب. عملت ده ظهر البوتاجاز، هو عندي عامل زي السيراميك كده نفس البوتاجاز، فكان لازم ان هو يتلمع. انا بستخدم المنظف ده دايما لتلميع البوتاجاز او تنظيفه، للتنظيف اليومي، بس النهاردة قلت ان انا يعني هعمل بديل تاني للناس مثلا مش عندها المنظف ده، ممكن تعمله بالبيكربوناتو او اللي هي بيكربونات الصوديوم. اخدت كمية من الكربوناتو وحطيت عليها شوية مية صغيرين، عملتها زي العجينة كده السائلة. وببدأ ان انا اوزعها على البوتاجاز بالفرشة كده، وبسيبها على البوتاجاز شوية مثلا 10 دقايق، لحد بقى الدهون اللي على البوتاجاز كلها بتتفتت بقى وكده، فبيبقى سهل جدا في التنظيف. جيت هنا على الفرن، خرجت منه الرفوف بتاعته الستانلس دي، خرجتها وبستخدم المنظف ده بتاع الفرن، برش برضو الفرن كله من المنظف ده. ممكن برضو ان انتوا تنضفوه بالبيكربوناتو، مفعولها حلو جدا في التنظيف، احلى من اي منظف. رشيت عليه كده كله، هسيبه برضو 10 دقايق لحد ما كل الدهون اللي فيه تسيح علشان تبقى سهل معايا في التنظيف. وجيت بقى على الرفوف بتاعته، رشيت عليها برضو من المنظف، وهرش عليها كمان من البيكربوناتو، وهسيبها شوية كده برضو 10 دقايق لحد ما الدهون اللي فيها تبقى تسيح كده، وتبقى سهلة معايا في التنظيف. رجعت بقى للبوتاجاز، بلاقي ان خلاص السائل نشف وبقى عامل زي ما انتم شايفينه كده، بلم بقى كل البودر ده اللي هو فيه، بلاقي بقى ان البوتاجاز اصلا مش محتاج بقى لا دعك ولا حك ولا اي حاجه، بيبقى سهل جدا في التنظيف. انا رشيت بس هنا خل، لان الخل بيدي لمعه كده حلوه، فانا عندي السائل ده يعني نصه ميه ونصه خل، بستخدمه في التلميع بيبقى حلو جدا. شايفين بقى البوتاجاز بدون دعك ولا اي حاجه بيلمع ونضيف وكانه جديد. الفرن كمان مسحته بنفس الطريقه، ان انا مسحت البيكربوناتو اللي هي المنظف بتاع الفرن ولمعته برده بالخل. شايفين حتى الحوامل الستانلس دي كانت فيها دهون وكان لونها اصفر، نضفت جدا بسهوله بالبيكربوناتو، حلوه جدا. كمان عشان تبقى سهله عليا في التنظيف انا فكتها، شلتها كده، يعني هي بتتشال
شلتها كده، طلعتها وغسلتها كويس قوي، وبعدين حطيتها تاني وبتلمع بقى ونظيفة، كأن الفرن رجع كأنه جديد. أنا بصراحة تقريبا من العيد اللي فات، من بعد رمضان تقريبا، ما نظفتش الفرن، يعني ما كانش ليه مزاج ان انا اعمله، فكان بصراحة كان متبهدل قوي. دي الرفوف بقى بتاعت الفرن. برضو انا بحب قوي في اي حاجة استنلس عندي بحب انظفها بالسلك اللي هي الاستنلس دي، فمسكت بقى السلك الاستنلس وقعدت، واحتاج بصراحة يعني شوية دعك شوية، بس يعني كان بينضف معايا بسهولة بالسلك، لكن لو السبونج او كده ممكن يبقى متعب شوية. ف يعني احسن حاجة اللي هو السلك الاستانلس ده. شايفين بتطلع معايا ازاي؟ الدهون بتطلع بسهولة جدا. عملت بقى كل الرفوف بالطريقة دي ونضفت ورجعت بتلمع وحلوة قوي. الحوض كمان غسلته الاول بالبيكربوناتو كتنظيف، وبعدين برش بقى عليه خل. الخل اصلا ملمع للاستانلس وكمان مطهر، فانا بحب جدا ان انا انضف اي حاجة استانلس بالبيكربوناتو الاول وبالسلك وبعدين الخل. عملت الحوض وبعمل الصفاية بتاعت الحوض دي، عملتها بالفرشة كده الأول، حسيت ان هي لا ما عجبتنيش قوي، فاشتغلت على طول بالسلكة، فنضفت كل حاجة كانت متراكمة على الصفاية ورجعتها بتلمع وخلت الحوض كأنه جديد بصراحة. شايفين بقى اللمعة بتاعت الصفاية. الفرشة بقى بستخدمها لو حتة ضيقة كده صغيرة مش عارفة اوصل لها بين الحوض كده، الحتة دي اللي نازلة تحت دي حوالين الحنفية وراها كده، مش بتبقى ايدي طايلها، مش بعرف ادخل لحتة معينة كده في الحنفية من ورا وفي الحوض حتة معينة ما تقدرش توصلوا لها، فالفرشة بقى تبقى ميزتها في الموضوع ده. فمشيت بقى كده على كل حتة في الحوض تاني، عيدت عليها بالفرشة. وبصراحة أهم حاجة في المطبخ هو البوتاجاز والفرن والحوض، التلاتة دول لما بينضفوا بتحس إن المطبخ بقى زي الفل. فدول أهم حاجة، أهم 3 حاجات لازم نحافظ عليهم يعني يوميا في التنظيف. ممكن الفرن يبقى أسبوعيا، إنما الحوض والبوتاجاز طبعا لازم يوميا، لأن ده هو اللي بيفرق في نظافة المطبخ. شايفين الحوض بقى لمع وبقى حلو جدا بسبب البيكربونات والخل. جيت بقى على الشباك، عندي هو ازاز فهو لازم بقى يتنضف دايما، فبالملمع بقى بتاع الازاز بخيت عليه ونضفته كده. هو طبعا انا مش بعمل كده يوميا، انا قلت لكم ان التنظيف ده التنظيف العميق اللي بيبقى مثلا شهريا، ف يعني نضفت بقى كل حتة بضمير. عملت بقى كمان بعد ما بلمعه بجيب كده فوطة نظيفة، وبيبقى فيه شوية زوايد كده من المنظف في حتت كده مستخبية، فبقوم رايحة منشفاها بالفوطة. دي الكتل بحب ان انا اغسلها دايما بالبيكربونات والخل، بدخل الفرشة بقى كده لان بيبقى فيه زوايد كده جوه او بواقي كده من المية، معرفش بتعمل طبقة كده غريبة، فبالفرشة بقى وقعدت ان انا ادعك فيها شوية كده لحد ما نضفتها وحطيت فيها شطفتها، وبعدين حطيت فيها مية نظيفة غليتها مرتين بالمية النظيفة وكبتها فنضفت. التوستر برضو كان عامل طبقة كده، انا الصراحة كنت متخيلة محروق يعني من السخونية او كده، الاستانلس اصفر فكنت فاكراه من السخونية، فلما جربت ان انا اعمله بالبيكربوناته ولمعته شايفين رجع ابيض ازاي، رجع كأنه جديد. انا يعني اتبسطت جدا بصراحة من النتيجة دي، لاني انا كنت فاكراه هو اخد اللون ده من السخونة، فلا نضفه بقى حلو. جيت بقى على الاسطح دي بمسحها كلها والجوانب ومن فوق ومن كل حتة، بلمعها منظف بتاع الأسطح. الجزء عندي اللي في المطبخ اللي هو اللي فوق برضو لمعته ونضفته بالطريقة دي، من قدام ومن تحت ومن الجناب لمعته كله، والأكر اللي هي الإيدين دي. وجيت بقى على الجزء اللي تحت ده اللي هو عذابي في المطبخ، اللي أنا بضطر إن أنا أعمله كل أسبوع بسبب إن هو أبيض
وتحت، فمثلا ايدي دايما في الولاد ايديهم مثلا يبقى فيها حاجة فيمسكوا حاجة. الابيض بصراحة متعب قوي وبياخد مجهود في التنظيف، يعني انا كان كل اسبوع لازم انظفه علشان يفضل نظيف وبيلمع. فعملته، عملت الاوكر بتاعته دي، لمعته وبيدي بقى، هو حلو بصراحة كلون في المطبخ، بينور المطبخ وحلو، بس هو متعب قوي في التنظيف. عملت الجزء اللي تحته كله بالطريقة دي، والكمان دي الباسكت عشان هي استانلس شوية، ف كانت محتاجة ان هي تتلمع برضو لانها بتدي برضو شكل حلو في المطبخ لما بتبقى متلمعة. فبرضو عملتها بالمنظف بتاع الاسطح، وعملتها كمان بالخل، مسحتها من كل حتة من جميع الجوانب ورفعت الغطا ومسحتها من جوه. دي الدفاية، هنا طبعا كل حتة فيها دفاية لان لو مفيش دفايات هنموت من البرد في الشتاء. فالدفاية برضو عملتها، وحتى بيبقى في كمان في الحمامات دفايات، ف يعني الدفايات بتاعت البيت برضو كلها لونها ابيض، فلازم تتعمل كل فترة برضو لانها بتكون حاجات كده لو ما تلمعتش، فكان لازم ان انا انضفها كده، وبنضفها كل فترة يعني بتاعت البيت كله بعملها على طول بالطريقة دي. نظفت كمان التلاجة، عملتها بنفس الطريقة. طبعا التلاجة من جوه محتاجة مجهود لوحده، فأنا عملتها بس من بره مؤقتا. الأرض بقى مسحتها باللي هي الشرشوبة دي، مسحت الأرض كويس بالمنظف بتاع الأرضيات، وبعدين بفوطة كده نظيفة وناشفة، وبنشف بقى اللي أنا مسحته. بس كده، ده كان تنظيفي للمطبخ اللي اخد مني حوالي 3 ساعات او اكتر من التنظيف. طبعا انا اختصرت لكم خطوات كتير، بس يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الفيديو تحفيزي شوية، يعني لو حد بقى عنده تنظيف وكسلان او كده، لا اتشجعوا كده، قوموا نظفوا، النظافة بتفرق وبتخلي الواحد يحس ان هو مبسوط اكتر. انا بصراحة بحب قوي ريحة المنظفات، ولما بحس ان انا نظفت ريحة المنظفات كده مالية البيت، بحس ان انا مبسوطة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تتابعوني في القناة بليز اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اشعار بالفيديوهات الجديدة. شكرا جدا لكم على المشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد.